واقتصاديا، حيث أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء السعي نحو تفعيل ممارسات الزراعة الذكية في مصر وتطبيقها من خلال تطويع الثورة التكنولوجية الحديثة في الأساليب الزراعية عبر العديد من النماذج والتطبيقات. هذا وأشار المركز إلى دوافع الاهتمام بالزراعة الذكية في مصر باعتبارها من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، إذ عمل بها نحو 18.9% من إجمالي المشتغلين خلال عام 2022، كما أسهمت في الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج بنسبة 11.5% في عام 2021-2022.